أعزائي ده جروب، كل سنة وأنتم طيبين. النهارده في المؤتمر اللي قلت لكم عليه، وخصوصا بقى حبايبنا النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول من 4 سنين، الناس اللي بتعاني من شكة الجهاز كل يوم، وبتعاني من إن إحنا مش عارفين نظبط السكر، ومحتاجين نعمل تحليل كل شوية. في جهاز نزل جديد، يعني اما مش بنعمل دعايه ليه ولا حاجه، بس عشان انتوا ابديتد للعمليه العلميه اللي موجوده بالنسبه لمرضى السكر. ده جهاز بيتركب سنسور هنا في المنطقه دي، وبعد كده بتقرب انت حضرتك الجهاز منه، وبتقربه وبتقرا. الجهاز بيقرا لك اول ما بتقرب من السنسور، بيقرا لك السكر، وممكن كمان تقرا السكر ويديك اخر 8 ساعات انت قريت فيهم السكر كان عامل ايه. وبس مشكلته هو بس السعر، سعره غالي شويه، يعني حوالي ده $70 الجهاز، وده لوحده بيتغير كل 14 يوم، بتلزقه هنا على ايدك وبيفضل مع المريض، يستحمى بيه ويقوم بيه وينام بيه وكل حاجه. بس كل 14 يوم محتاج يغير السنسور ده. هو مشكلته في السنسور ان هو غالي شويه. طبعا ده للقادر اللي هو يعمله، مش هيتشكى كل يوم، خصوصا الاطفال. انا عارف ان هم بيعانوا كتير من موضوع المشكشكه. لازم يتحط هنا، هي الدراسات اتعملت على دي. ما ينفعش ان انا يعني مثلا احط، هو الدراسات اتعملت كده. وبالنسبه كمان للستايل، هو ليه يعني، يمكن الجهاز لسه السعر ما ينزل شويه هيبقى فاميليار مع الناس. دي من الحاجات اللي كلنا سمعنا عنها، هو كان موجود في اوروبا الاول، لسه نازل في الدول العربيه، وموجود لاي حد حابب يبقى يجيبه، للي هو قادر، لان هو سعره هيبقى كل 14 يوم محتاج تغير السنسور ده. فدي حاجه حبيت اقول لكم عليها، وربنا يعافيكم ويشفيكم كلكم، وما تحتاجوش لاي اجهزه خالص، وكل سنه وانتم طيبين.